بيعاني كثير منا من الخوف أو الفوبيا من الأشياء بحياته، مثل الخوف من المرتفعات، الخوف من المكان المقفل، وكمان ممكن يكون خوف من العتمة. بس اليوم جايب لكم أنواع فوبيا مختلفة شوي عن اللي إحنا بنعرفها. أنواع فوبيا إذا أنت سمعت عنها أو سمعت إنه حدا مصاب بهذا النوع من الفوبيا يمكن يكون شوي إشي غريب عليك أو يكون إشي عادي بحياتك، ومرات ممكن يكون روتينك اليومي، بس فعلا في أشخاص بيخافوا من هاي الأشياء. أشياء صعب تتخيل إنه عن جد في ناس مصابة بهيك فوبيا، واليوم رح نستعرض لكم أغرب أنواع الفوبيا اللي ممكن تسمعها في حياتك. شغل لنا الإنترو يا كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا لكم كثير على الدعم الأسطوري اللي دعمتونا إياه. مش ضايل لنا إيش عشان نفوت في الألف مشترك، بدي منكم طلب صغير بس، ضايل لنا شوي على الألف مشترك. بتمنى بعد هذا الفيديو نوصل الألف مشترك بأسرع وقت ممكن. عشان هيك إذا بتشوفني ومش مشترك بالقناة بتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا. بديش أطول عليكم وخلينا نفوت بأنواع الفوبيا الغريبة. فوبيا الكمبيوتر. بيعاني بعض الناس بعدم القدرة على إنهم يقتربوا من الكمبيوتر أو يقتربوا من الأجهزة الإلكترونية بشكل عام، وهذا الإشي ممكن يأثر على حياتهم المهنية، وبتم علاج هاي الأشخاص بشكل تدريجي، وضمن هذا العلاج بيكون آلة حاسوب اللي كمان بيكون عنده فوبيا منها. يعني انا شايف الاشي شوي غريب نوعا ما، انه في كيف يعني شو الاشي اللي بخوف بالكمبيوتر او الآلة الحاسبة. بس طبعا في ناس خلقت هيك وما بتتحكم بعض الاشي، فنسأل الله عز وجل انه يشفيهم ويشفي كل مريض بشكل عام. فوبيا العمل. في ناس بتخاف انها تروح على العمل، وبواجهوا صعوبة بالتعامل مع المدير أو بالتعامل مع الزملاء، وفي عدد لا بأس فيه بالعالم مصابين بهذا المرض. أظن والله أعلم إنه هاي الناس المصابة بهاي المرض بشكل عام عندها نوع من أنواع التوحد، أو ما بيحبوا يختلطوا بالناس كثير، والله أعلم، وبيحبوا يظلهم لحالهم بأغلب الأوقات. فوبيا الاستحمام. هاي الأنواع من الفوبيا منتشرة أكثر عند النسوان والأطفال. يعني إحنا الزلام أنظف كائنات في الكرة الأرضية، واللي بنسبب هذا المرض بيكون عنده خوف من المي انها تلمس جسمه، ويمكن هذا المرض تسبب من الصدمات اللي تعرض لها الشخص بحياته. بس انا كمان يعني لا سمح الله لو انا عندي الفوبيا بدي اتحمم غصب عني، لو اني برج من الخوف لا بدي اتحمم، بينفعش. والفوبيا الرابعة فوبيا الممارسة العلاقة الحميمة. طبعا انا شايف انه هاي الفوبيا شوي مش غريبة او معقولة. ليش؟ في ناس بتخاف تمارس الجنس باسباب صارت معها من قبل، مثل التحرش او الاغتصاب، وهي الناس بصير عندها خوف او يمكن تصير تتذكر الاشياء اللي صارت معها وتخاف، وعشان هيك ما بيقدروا يمارسوا الجنس كمان مرة، او بيشوفوا الاشي صعب شوي عليهم. وانا صراحة يعني معذر هيك ناس، والله يكون بعونهم ويشفيهم يا رب العالمين. الفوبيا اللي معنا انا شايفها غريب كثير، فوبيا النوم. في كثير ناس صاروا يحاولوا انهم ما يناموش او يتهربوا من النوم بسبب الكوابيس اللي بيشوفوها وهم نايمين، وبحاولوا يهربوا من النوم عشان ما يشوفوا هاي الكوابيس كمان مرة. واغلب هاي الناس تتعالج عند طبيب نفسي، بس انا دوري كمسلم شايف انه الحل الانسب لهاي المرض التقرب من الله عز وجل، وانك تقرأ المعوذات قبل لا تنام وتقرأ شوية قرآن. انا شايف انه هذا الحل الانسب عشان تطلع من هيك فوبيا. الفوبيا السادسة وقبل الاخيرة معنا لليوم هي فوبية اللمس، وبتعاني خصيصا بهاي الفوبيا النساء. بعض النساء عندها فوبيا بانه واحد يلمسها، وبالذات اذا كان من الجنس الاخر، يعني اذا كان ذكر، ولما حدا يلمسها بتحس بالوجع الشديد، واغلب هاي الحالات بتتعالج بحبوب من المهدئات من الدكتور. الدكتور بيشخص لها حبوب مهدئات وبعالجها. وانا شايف شوي انه غريب، يعني كيف حدا بلمس شخص مجرد لمس وبيتألم. الله يكون في عونهم، والله فوبيا صعب كثير. واخر فوبيا معنا لليوم هي اغرب فوبيا شفتها يمكن، ويمكن راح اسمع عنها في حياتي، فوبيا النخارب. في ناس عندهم خوف الشديد من الثقوب او من الدوائر المتقاربة على بعضها، مثل هاي الصورة. يعني لما يشوفوا ثقوب او دوائر متقاربة على بعضها بشكل منظم بيخافوا. السبب ليش، كيف، شو بيصير معهم، شو بيفكروا، الله اعلم.
وأصلا أغلب اللي بخافوا من هاي الثقوب واللي عندهم هذا النوع من الفوبيا بيكونوا يخافوا من الحشرات أو الكائنات الصغيرة، فيمكن يكون إلها علاقة بالحشرات والكائنات الصغيرة الله أعلم. بس كمان برضو بعدني شايف إنه هذا النوع من أنواع الفوبيا شوي غريب، وبنظري هذا أغرب فوبيا كان معنا لليوم. أنت شو شفت أغرب نوع فوبيا ذكرناه في هاي الحلقة؟ اكتب لنا تحت في التعليقات، بتمنى تشارك وتكتب في التعليقات، ولا تنسى زر اللايك، وهم إشي أهم إشي يا غالي ساعدنا نوصل 1000، واشترك بالقناة عشان نوصل بأسرع وقت للألف. إلنا شهرين الحمد لله في اليوتيوب، شهرين وأخرى شوي 3 أشهر وقربنا نوصل 1000. أنا مبسوط كثير كثير الحمد لله، ومستمرين بإذن الله. لقاءنا يا غوالي في الحلقة الجاي بإذن الله، انتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.